مدافع نادي لوريون الفرنسي قال إنه يطمح للعب لنادي أوروبي كبير، وهذا الهدف سيتحقق عبر مواصلة التألق في الملاعب الأوروبية. على المستوى الشخصي أطمح للأفضل دائما. أخبرت النادي أن طموحاتي كبيرة منذ بدايتي كلاعب محترف. كنت دائما أطمح للعب لأحد الأندية الكبرى في العالم وفي الدوريات الأوروبية. أدرك أن هذا الطموح يمر عبر مراحل مهمة، ومرحلة لوريو مهمة بالنسبة لي. تركيزي حاليا حول مشروع النادي، أهدافه تتناسب مع ما أريده. أسعى أن أكون دائما في المستوى والتقديم كل شيء لتحقيق ما أريده وبلوغ أحلامي. طموحي هو الانضمام إلى نادي أوروبي كبير، وهذا يكون عبر مساعدة نادي لوريون لتحقيق أهدافي وتقديم كل شيء في الملعب، وسنرى ما سيحدث لاحقا.